أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة في تفسير بقية سورة المائدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلنا ممن يعملون بما فيها من الهدي والأوامر، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. الآيات. يقول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، أي أذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك. فأمر الله عز وجل نبيه محمدا أن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام أن يذكر نعمته عليه، وذكر النعمة بأن يكون ذلك بالقيام بحقها وشكرها على وجهها، شكرها بالقلب وشكرها باللسان وشكرها بالعمل، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. أذكر نعمتي عليك، نعمة الله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام هي في هذه الآيات بالنبوة وتعليم الكتاب والتوراة والإنجيل، وبهذه الآيات العظيمة التي حصلت له، وبهذا التميز الكبير الذي كان لعيسى عليه الصلاة والسلام، وسيأتي شيء من تفصيله في هذه الآيات. قال: وعلى والدتك. النعمة على الوالد هي نعمة على الولد، لأن كل ما يصيب الوالد والوالدة من الخير لا بد وأن يرى أثره على الولد. فما هي النعمة التي كانت على مريم؟ النعمة التي كانت على مريم هي أن الله عز وجل قد حفظها من الشيطان، وأن الله سخرها للعبادة، وأنها قد رزقت الرزق العظيم وهي متفرغة في محرابها تتعبد لربها، يأتيها طعام الشتاء في الصيف وطعام الشتاء وطعام الصيف في الشتاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن نعمة الله عليها أن رزقها بهذا الولد الذي جعله الله من أولي العزم من الرسل، ورزقها إياه من دون زوج، من دون أن يكون له أب، نفخة جبريل في جيب درعها عليها الصلاة والسلام. ثم إنها لما حملت هذا الحمل وولدت تلك الولادة وجاءت بابن من غير زوج، كانت التهمة واضحة عليها لمن أراد أن يرميها بالسوء والبهتان، ولكن الله عز وجل جعل براءتها في وليدها الذي لا زال في المهد، فنطق وتكلم بأمر الله عز وجل وقال كلماته المشهورة: إني عبد الله
آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تأملوا يا إخواني هذه النعمة العظيمة على هذه الأمة الكريمة عليها الصلاة والسلام، كيف أنها قضت حياتها في عبادة الله وفي طاعته وفي يعني أفياء هذا الدين العظيم، ثم رزقها الله بابن جعله الله نبيا، بل جعله من أولي العزم من الرسل، بل من أشهر الرسل في العالم. وأكثر الآن من يدعون الاتباع إنما يدعون اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكونوا على دينه الذي بعثه الله عز وجل به. قال الله عز وجل: إذ أيدتك بروح القدس، أي قويتك بجبريل وهو روح القدس. وإذا جاءت روح القدس في القرآن فالأصل والمراد بها غالبا هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: إذ أيدتك بروح القدس، أي قويتك به. تكلم الناس في المهد وكهلا، أي يحدث منك الكلام في مهدك، وقد حدث أمام الناس وأمام الملأ، فكانت بكلامه براءة أمه، وقال كلاما فصلا عظيما يقول مثله الكبار. وهذا سر اقتران المهد بالكهولة. قال: تكلم الناس في المهد وكهلا، أي يكون كلامك للناس في المهد ككلامك للناس في الكهولة، لأن الطفل لو تكلم فإنه في الغالب يتكلم بكلام يعني مبهم وغير مفيد أو متقطع. فالله عز وجل ميز عيسى بأن جعل كلامه في حال المهد ككلامه في حال الكهولة، وهذا هو سبب اقتران هذين الموقفين في هذه الآية: تكلم الناس في المهد وكهلا. ويمكن أن يكون أيضا إشارة إلى أن عيسى سيدرك الكهولة، وذلك بعد أن ينزل من السماء، فهو عليه الصلاة والسلام رفع وهو شاب في 30 من عمره، وهذا يبين يعني لم يبلغ سن الكهولة، وهذا يبين أن عيسى سيأتي عليه زمان ينزل فيه من السماء فيتم ما تبقى من عمره ويموت الميتة التي كتبها الله على أبناء آدم. قال ممتنا عليه ومبينا نعمه عليه: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. علمتك الكتاب، إما أن يكون المقصود به جنس الكتاب وهو ما أنزل على الرسل كالتوراة والإنجيل ونحوها، وإما أن يكون المقصود بها علمتك الكتابة، الكتاب المقصود بها الكتابة. قال: والحكمة، وهي الفصل في القول والرشد في العمل والسداد في الرأي، هذه هي الحكمة، ووضع الأشياء في مواضعها. والحكمة إذا جاءت مع الكتاب في القرآن فالمقصود بها السنة، ولكن هنا لا يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد بها ما أوحاه الله عز وجل إلى عيسى من غير الإنجيل مما يأمره به أو ينهاه عنه. قال: والتوراة، وهي التي أنزلت على النبي الذي قبله والرسول من أولي العزم وهو موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل، وهي التي أوحي بها إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. هذا من آيات الله العظيمة التي أجراها على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يصنع من الطين على هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيطير، وهذا كله بإذن الله عز وجل، ليس لعيسى فيه إلا تنفيذ أمر الله، ويجريه الله عز وجل على يده، ولكنها آية من آيات الله، ليس عيسى بها خالقا ولا ليس فيه شيء من صفات الخالق جل جلاله، ولكن الله أكرمه بذلك لبيان صدقه في نبوته. قال الله جل وعلا: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الأكمه من ولد أعمى، يبرئه بأن يمسحه على عينه فيكون مبصرا،
وقد قيل إن الأكمة من عمي بعد أن كان مبصرا، ولكن الأظهر أن الأكمة من ولد ممسوح العين، يعني ليس في عينه محل للنظر، ممسوح العين مطموس البصر. فكان عيسى عليه الصلاة والسلام يمر بهؤلاء الذين ولدوا على هذه الحال فيمسحهم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام فيبصرون، ويرد الله عز وجل لهم أبصارهم. وهذا كله بإذن الله جل وعلا، ليس لعيسى فيه إلا تنفيذ أمر الله. وكذلك الأبرص وهو هذا اللون الذي يخالف سائر لون البدن، بياض ومرض معروف، كان يأتي لعيسى من به برص فيمسحه عيسى بيده فيعود لونه كما هو اللون الطبيعي للإنسان، إن كان آدم أو كان أسمر أو كان أسود، كل منهم على حاله. وهذا المرض على أنه من الأمراض التي قد تبدو أنها سهلة ويسيرة، إلا أن الطب إلى اليوم لم يستطع أن يكتشف دواء منهيا لهذه الآفة. وأما عيسى فبإذن الله عز وجل يمسح على يد من به برص فيعود إلى حاله الطبيعية ولونه الذي خلق في الأصل عليه. قال بإذني، أي بإذن الله، لئلا يعتقد أن هذا من فعل عيسى أو أنه بقوة عيسى وقدرته، بل هو بفعل الله عز وجل وقوته وقدرته وإذنه وأمره. قال وإذ تخرج الموتى بإذني، لا إله إلا الله. إن كنا قد تعجبنا مما مضى من الآيات فإن هذه أعجب وأعجب، يأتي إلى الإنسان الذي قد مات وقد صار رميما فيمسحه عليه الصلاة والسلام فيعود حيا كأنه لم يمت، لا إله إلا الله. كيف يفعل ذلك؟ هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى وأمره وتقديره، وليس لعيسى فيه إلا أنه يجري ذلك على يده. وهذا كله آية من الله لعيسى لكي تكون حجة على الناس في أن يعلموا أنه رسول من عند الله جل وعلا. قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. هذا أيضا من نعم الله عز وجل على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كف عنه من أراده بسوء من بني إسرائيل عندما كادوه وأرادوا أن يقتلوه، فرفعه الله عز وجل إليه ولم يستطيعوا أن يؤذوه أو يصيبوه بشيء من السوء. قال إذ جئتهم بالبينات، أي بالحجج الظاهرات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، اتهموه بالسحر لأنه جاء فيما يظهر لهم بشيء مثل ما يأتي به السحرة، ولكن السحرة كانوا يمخرقون على الناس ويفعلون ما يفعلون من أجل أن يعبثوا أو يعبثون بأعينهم، وإلا فإنهم لا يستطيعون أن يغيروا من الحقيقة شيئا كما يفعل عيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى كان إذا مسح الأبرص أو مسح الأكمة عاد بصره إليه وعاد لونه الطبيعي إليه نهائيا، وهذا لا يستطيعه أمثال هؤلاء. ولكن هذه حجة الكافرين، إذا رأوا آية من آيات الأنبياء فإنهم لا يقابلونها إلا بمثل هذه الدعاوى، ساحر، كاهن، شاعر، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قال الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني أوصى بعضهم بعضا بهذه الكلمة التي توارثوها، كل أمة تقول لرسولها ساحر أو مجنون؟ قال الله بل هم قوم طاغون، ما حملهم على أن يقولوا هذا الذي قالوا إلا الطغيان، نسأل الله العافية، وإباء الإيمان. قال الله جل وعلا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
كان من بين بني إسرائيل حواريون، أناس أصفياء أتقياء خلص، آمنوا بعيسى وصحبوه وقاموا بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام خير قيام، وكانوا يجالسونه ويتعلمون منه ويتربون على يديه وقد آمنوا به. قال الله جل وعلا: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. كيف أوحى الله إليهم؟ إما أن يكون ذلك إلهاما من الله عز وجل لهم، كما قال الله في حق أم موسى وإذ أوحيت إلى، عندما قال في حقها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا وحي بمعنى الإلهام. وكذلك الوحي الذي كان للنحل ونحوها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال، أي ألهمها ذلك، فيكون إلهاما من الله عز وجل لها. وإما أن يكون معناه: وإذ أوحيت إليهم عن طريق رسولي أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. واشهد بأننا مسلمون، أي اشهد يا نبي الله ويا رسول الله بأننا مسلمون، بما مسلمون قد أسلمنا وصدقنا بما جئت به. قال الله عز وجل: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هؤلاء الحواريون قالوا لعيسى، أو طلبوا منه طلبا عجيبا، فقالوا: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا السؤال كان محل إشكال عند المفسرين. وقبل أن نذكر محل الإشكال نبين القراءات فيه. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك، هذه قراءة، والقراءة الثانية: هل تستطيع ربك، فهي مرة تستطيع ومرة يستطيع، وربك مرة ربك ومرة ربك. هل تستطيع ربك، أي تستطيع أن تسأل ربك، وهذه القراءة لا إشكال فيها. والقراءة الثانية هي التي فيها الإشكال، لأنه كيف يكون الحواريون يشكون في قدرة الله واستطاعته؟ هل يستطيع ربك، يعني يسألون عن استطاعته وقدرته. والجواب على ذلك، قال العلماء: إن معنى هل يستطيع ربك يعني هل يريد ربك، أو كما قال في تفسير الجلالين: هل يفعل ربك، لأن الاستطاعة تأتي بهذا المعنى. كأن تقول لإنسان من الناس: هل تستطيع أن تمشي معي لنزور فلان، تقصد هل تريد ذلك، فيكون المعنى: هل يريد ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. وهذا فيه ما فيه. والثاني: هل يستطيع ربك، أي هل يطيع ربك، يعني هل يطيع ربك إذا سألته هذه المسألة. ويمكن أن يكون أيضا معناها: هل يتحقق ذلك. المقصود أن هذه كانت مشكلة، وقد يكون المعنى بالفعل هو أن هؤلاء الحواريون جرى منهم هذا الخطأ، ومما يدل عليه أنهم خاطبوا نبي الله بقولهم: يا عيسى ابن مريم، وكان الأجدر بهم أن يقولوا: يا نبي الله أو يا رسول الله. والله أعلم بالحقيقة. قال: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني يكرمنا بإنزال مائدة من السماء. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لا تسألوا ربكم سبحانه وتعالى مثل هذا السؤال، لأنه لا يليق بحال المؤمن أن يقترح الآيات على الله عز وجل، لأنه يدل على عدم يقينه وعدم تحقق الإيمان من قلبه. ومثل هذه المسائل لا تنبغي من المؤمن، ولذلك لا ينبغي للمؤمنين أو لمن آمن أن يقترح ورود الآيات. وسيأتي معنا في سورة الأنعام كيف أن المشركين اقترحوا ورود الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولم يجيبهم الله. لماذا؟ لأن من اقترح آية ثم جاءت كما اقترح فلم يؤمن عذب مباشرة. أما من جاءته الآية من عند الله وهو لم يقترحها فلم يؤمن بها فقد يمهل ويمهل ويمهل إلى أن يؤمن أو يموت على كفره فيعذب في الدار الآخرة أو يعجل له شيء من العقوبة بعد الإمهال في الدنيا. قال الله عز وجل مبينا كيف أجاب عيسى، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يقولون لعيسى عليه الصلاة والسلام نريد أن نأكل منها، بدأوا بالأكل، وهذا يبين أنهم كانوا شغوفين بهذا الأمر، وإلا كان الأجدر بهم أن يقولون قالوا نريد أن تطمئن قلوبنا ويحصل لنا بذلك زيادة الإيمان والعلم ونأكل منها وننتفع بها، لكنهم قدموا الأكل، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، يعني بعلمنا أنك رسول من عند الله عز وجل وأن الله يجيب دعاءك إذا دعوته، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. عند ذلك قال عيسى بن مريم سائلا ربه سبحانه وتعالى: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قوله اللهم ربنا هذا هو الدعاء الوحيد الذي جمع فيه بين اللهم وربنا، ولا يعرف في أدعية الأنبياء اللهم، وإنما دعاؤهم كله في القرآن ربنا. ولعل عيسى عليه الصلاة والسلام إنما نادى ربه بهذا الاسم اللهم لاستحضار الهيبة، لأنه كان غير راغب في هذا السؤال بالأصل، ولذلك وعظ قومه ووعظ الحواريين وقال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. عيدا لأولنا من حضروا ذلك المشهد فأكلوا منه وطعموا من ذلك الطعام، وآخرنا الذين سمعوا بهذه الآية فآمنوا بها وصدقوا بها وجعلوا ذلك عيدا لهم. قال وآية منك، دلالة منك على صدقي في تبليغ الرسالة وعلى نصرتك لي وإجابتك لدعائي، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هنا اختلف العلماء رحمهم الله هل بالفعل نزلت تلك المائدة من السماء أو أن الله عز وجل لم ينزلها، لأنهم لما علموا أنه إن كذب بها أحد منهم فإن الله عز وجل يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. والخلاف قائم بين العلماء، والآية محتملة لنزول هذه المائدة ولعدم نزولها. أما أناجيل النصارى الموجودة بين أيديهم اليوم فلا يوجد فيها ذكر لهذه المائدة لا من قريب ولا من بعيد، وهذا مما يستدل به من يقول إن هذه المائدة لم تنزل لأن الحواريين قالوا لا نريد أن تنزل، نخشى أن يكذب بها أحد من الناس فتنزل علينا عقوبة فلسنا بحاجة إليه. وظاهر الآيات أو ما تشعر به الآيات أن المائدة نزلت، وقد جاءت أحاديث تدل على ذلك، منها حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نزلت الملائكة بالمائدة من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات فأكلوا منها حتى شبعوا. وفي حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما فأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا فمسخوا قردة وخنازير. وهذه الروايات لا ترقى إلى يعني درجة الثبوت والصحة لنجزم بها وتحسم النزاع في المسألة، ولكنها روايات وردت عن الصحابة
والتابعين، والله أعلم بحقيقتها. وعلى كل يظهر لي أن هذه المائدة نزلت وأنهم أكلوا منها، لأن عيسى قد دعا وفي الآيات ما يظهر أنه قد أجيب، ولم يظهر أنهم عذبوا، ولم يظهر أيضا أنهم قد ردوا وطلبوا عدم الإجابة أو اكتفوا بما أوصاهم وذكرهم به عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. هذه المقالة التي يقرر الله بها عيسى عليه الصلاة والسلام هي في يوم القيامة. وإذ قال الله أي في يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي اجعلوني إلها أنا وأمي نعبد من دون الله. هذا السؤال من الله عز وجل يراد منه بيان الحقيقة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يكون منه ذلك وحاشاه أن يكون كذلك، وإنما يراد منه تقرير هؤلاء الذين عبدوه وتوبيخهم على ما صنعوا: هذا عيسى ينكر ما تفعلونه به أو ما فعلتموه به في الدنيا. قال الله جل وعلا: قال سبحانك. هذه أول مقالة عيسى. ستلاحظون إخواني الكرام أن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يجيب جوابا مسهبا وجوابا قويا ينبئ عن تأثره بهذه الدعوة التي ادعيت عليه، وهي أنه إله من دون الله، حاشاه من ذلك، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله عز وجل: قالوا سبحانك ما يكون لي، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني إن كنت قد قلته يا الله للناس عندما بلغتهم وبينت لهم الدين فقد علمته مني يا رب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، تعلم كل غيب، كل شيء غائب، وأنا لست أعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي لم أقل لهم إلا الشيء الذي أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت عليهم مراقبا وحفيظا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت الحفيظ عليهم، المراقب لأعمالهم، وليس لي من مراقبة عملهم شيء. فهذا الشرك الذي حدث فيهم جاء بعد أن غادرتهم وودعتهم. قال الله عز وجل: وأنت على كل شيء شهيد، أي أنت شاهد على كل شيء، تعلم كل شيء، لا يخفى عليك من أمر عبادك شيء. إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني إن عذبتهم على ما قالوه من الشرك وفعلوه من البهتان والباطل فهم عبادك، تصنع بهم ما تشاء، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني وإن غفرت لهم فأنت الذي تملك أمر عبادك، وأنت ذو العزة والحكمة المطلقة، أنت صاحب الشأن، لا دخل لي في هذا الأمر. وهذا سر كوني عيسى عليه الصلاة والسلام ختم الآية بقوله: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنهم قوم قد أشركوا مع الله غيره، فلا يليق بعيسى أن يقول لربه: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه لقال إنك أنت الغفور الرحيم، كأنه يتوسل بأسماء الله يطلب بها أن يغفر لهم ويرحمهم، وهذا لا يجوز، لأن الشفاعة لا تكون للمشرك، ولا يجوز لأحد أن يطلب لمشرك مغفرة الذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ولكنه يقول لك الملك كله وأنت صاحب العزة والحكمة، إن عذبت فإنك لا تعذب إلا بعدلك، وإن غفرت فإنك لا تغفر إلا بفضلك. أنت صاحب الحكم والحكمة وأنت صاحب العزة، لا أحد يفرض عليك شيئا ولا أحد يمنعك أن تفعل شيئا. ويمكن أن تكون إنك أنت العزيز الحكيم عائدة على كل الفعلين، يعني إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا ملكك وأنت صاحب العزة والحكمة. قال الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لاحظوا يا إخواني أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما أجاب بإجابة طويلة، وذلك لأن الباطل يحتاج في الجواب عليه إلى إزهاقه وإلى الرد عليه بإسهاب، وهكذا الشبه والباطل دائما ينبغي لنا عندما نذكرها مجملة غير مفصلة، ثم نرد عليها بتفصيل وإسهاب حتى تنقلع من النفوس وتذهب من القلوب ولا يبقى لها أدنى أثر. وهذه تذكرني بآية أخرى في سورة المائدة، وهي عندما قالت اليهود عليهم لعائن الله، يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون. قال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انظر كيف يأتي الرد قويا حازما كالسيل الذي ينحط من مكان عالي ويأتي جازما ويأتي أيضا مسهبا ومطولا. فالباطل أو الشبهة تأتي مختصرة ثم تأتي دلائل الحق وشهب الحق كثيرة مكثفة، كما في هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل من حال نبي الله عيسى عندما يقول الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي في هذا اليوم ينتفع الصادقون بصدقهم، ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه من أصدق عباد الله قولا لأنه نبي من أنبياء الله، وهو اليوم مصدق فيما يقول. وهكذا كل مؤمن يأتي وقد جاء بالصدق، جاء بكلمة التوحيد، فمن صدق وصدق في الدنيا ينتفع بصدقه وتصديقه في الآخرة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ماذا لهم يا الله؟ قال لهم أي يملكون ملكا تاما في الآخرة، جنات وليست جنة واحدة، تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار عظيمة تكون تحت أشجارها وبساتينها وظلالها الوارفة، من غير أن تكون في أخاديد كما يقول العلماء. وهذه الأنهار أنواع منوعة، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. قال: خالدين فيها أبدا. وهذا أعظم وأعظم، لأنهم سيعطون نعيما تلتذ به نفوسهم وتطيب بها حياتهم، لكن ذلك النعيم قد يكون زائلا، فالله يبشرهم ويطمئنهم ويقول: اعلموا أن هذا النعيم ليس كنعيم الدنيا، فإن نعيم الدنيا إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك، أما نعيم الآخرة فأنت فيه خالد وهو لك مخلد، يطوف عليهم ولدان مخلدون. سبحان الله، هذا هو الفرق العظيم بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. قال: رضي الله عنهم بسبب طاعاتهم فأسبغ عليهم رضاه. ورضوا عنه، رضوا عن ربهم عندما يثيبهم ذلك الثواب الجزيل ويعطيهم ذلك العطاء الجميل. قال الله عز وجل: ذلك الفوز العظيم، أي هذا الجزاء الذي أعطيه عبادي الصادقين هو الفوز العظيم، وأشار إليه بقوله ذلك إشارة إلى علوه وارتفاعه وفخامته وجلالته، لأن ذلك إنما يشار بها للبعيد.
والإشارة للبعيد قد تدل على الفضل والمنزلة العالية، وقد تدل على شيء بضد ذلك بحسب السياق. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، أي له جميع ما في هذه السماوات من ملك، أو جميع ما في هذا الوجود من أمر فهو له، أو من خلق فهو له سبحانه وتعالى. فهو المالك لكل ما في السماوات والمالك لكل ما في الأرض. ولا تظنوا أيها الناس أنكم إن ملكتم بيتا أو سيارة أو بستانا أو مالا أو ذهبا أو فضة أنكم مالكون حقيقيون لما بأيديكم. لا، هذا الملك الذي بأيديكم ليس لكم، بدليل أنه قد يذهب من بين أيديكم لا تدرون كيف تردونه إليكم، قد يحترق، قد يتلف، قد يضيع، قد يسرق. وكم من إنسان كان بأيديه أشياء أصبح وهي ليست بيده ولا يستطيع الوصول إليها، بل كم من إنسان أخذ ماله من يده ولم يستطع أن يعيده إليه إلى نفسه، مما يدلك على أن ملكنا لما بأيدينا ليس ملكا حقيقيا وإنما هو عارية يضعه الله بيدك ليبتليك، هل تقوم بواجبه وتؤدي حقه وتطيع الله فيه أو تكون بضد ذلك. فانتبه يا عبد الله، الملك الحقيقي لله. ولذلك الله عز وجل في يوم القيامة يعبر عن نفسه أو يصف نفسه فيقول: مالك يوم الدين. لماذا قال مالك يوم الدين؟ لأنه في ذلك اليوم لا يدعي الملك أحد إلا الله، يقول: أنا الملك، أنا الديان، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد من العباد من شدة الهيبة والرهبة، ثم يجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. الملك له وحده جل وعلا. قال الله عز وجل: وهو على كل شيء قدير، أي ما من شيء إلا وهو تحت قبضته وقدرته، والله قادر على كل شيء، لا يخرج من هذه الآية شيء من الأشياء. هو سبحانه وتعالى القادر الذي لا يخرج عن قدرته ولا عن قوته ولا عن قهره وبطشه ولا عن أمره ونفوذه شيء من الأشياء، صغيرا كان أو كبيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما تعلمنا من هذه السورة الكريمة العظيمة، السورة التي كانت من أواخر سور القرآن، ولذلك قال بعض العلماء إنه لم ينسخ منها شيء، إن فيها من الآيات وفيها من الحكم وفيها من العظات وفيها من الدروس الشيء الكثير، وإنما هذا الذي نقوله إيضاحات يسيرات وبيان يجلي بعض ما يمكن أن يكون غامضا في أذهان الناس، وإلا فلو أردنا أن نعطي كل آية حقها لاستوعبنا الساعات الطوال لبيان ما فيها من الحكم والأحكام والمعاني الجليلة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.